كلمنا النهاردة عن مشاركة حضرتك في الاجتماع الرابع للهيئة الوطنية للأعلام. شوف، هذا الاجتماع الحقيقة بيشهد أهم موضوع طرح في أو خلال الأربع لقاءات اللي أدارتها الهيئة الوطنية للصحافة، وإنه كان بيحمل عنوان في منتهى الأهمية، هو عنوان استعادة الشخصية المصرية. الحقيقة استعادة الشخصية المصرية الحقيقة يعني كان ولادة أو صناعة الزميل عبد الرازق توفيق اللي هو رئيس تحرير الجمهورية، وهذا العنوان الحقيقة يعني أحدث ما يسمى ب العصف الذهني لكل الحاضرين، وانه جموع المشاركين من رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الادارات والزملاء المشاركين في هذا الاجتماع بدا يفكر في كيفيه الكلام او الاقتراحات حول اعاده الشخصيه المصريه الى هويتها الطبيعيه المعروفه بسمات الحياه بتتفرد بها دونما دول كسر او دول العالم اجمع. الحقيقة المقترحات التي قيلت في هذا الاجتماع اقتراحات في منتهى الأهمية، وأهمها سوف يكون المؤتمر اللي اقترح أنه سيكون تحت رعاية الرئيس في فكرة ربما تنبه لها الرئيس مبكرا وأنشأ ما يسمى بلجنة القيم في مؤسسة الرئاسة. لجنة القيم كانت تستهدف ما يعني ننطلق منه من خلال هذا العنوان، فكرة أيضا التسطيح الذي أصاب الشخصية المصرية في الفترة الأخيرة خاصة بعد 25 يناير. لابد من عودة الشخصية المصرية إلى قيمها وإلى الحقيقة سمتها المعروفة عنها من قبل ومن بعد، وأنه سوف تستمر هذه السمات لكي يظل الشعب المصري بهوية ثابتة لا تتغير أبدا مهما كانت المجريات والمتغيرات. ولكن بعيدا عن المؤتمرات والاجتماعات، كيف يمكن تنفيذ كل المقترحات اللي اتقالت النهاردة على أرض الواقع؟ الحقيقة هذه المقترحات لأنه يعني لها زراع قوي، وهذا الزراع هو المؤسسات الصحفية القومية، وإن كانت هناك بعض الأفكار الحقيقة التي لم تصار مثل فكرة الاشتراك الميداني في لمؤسسات الدولة لتصويب هذا العنوان وهو استعادة الشخصية المصرية، هذه المؤسسات كان يجب الغوص فيها في هذا الاجتماع، وهي فكرة مؤسسات الشبابية مثل مراكز الشباب، فكرة اللجان بيوت المال ولجان الزكاة الحقيقة اللي بيبقى فيها عناصر بتغير أعمالها وتصنف أعمالها لأغراض سياسية، هناك أيضا المجتمع المدني، وهناك أيضا العموديات في القرى والمراكز، هناك أيضا المدارس ودورها القوي، هناك أيضا مؤسسات كثيرة، بيوت الثقافة. الحقيقة يعني هناك مؤسسات يجب اشتراكها في أجندة هذا الموضوع أو في إعادة تنفيذه على الأرض لكي تكون النتائج أو هذا العنوان يصل إلى بطن المجتمع وتكون الرسالة قد أدت مؤداها بالفعل، لأنه ربما أن يكون هذا العنوان هو فقط لإطلاقه دون ما تنفيذ على الأرض. هل الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام جاءوا لتنظيم أو ضبط المنظومة الإعلامية أم الحد من حرية الصحافة والإعلام؟ لا، هو طبعا مش للحد من حرية الحقيقة. الهيئة الوطنية تحرص دائما من اليوم الأول لتوليها على حرية الرأي، ولكن تقول وأنا وكلنا يقول معها الحرية المسؤولة، وليس الانفلات وليس التوجه وليس التصنيف السياسي، ولم نجد أبدا الحقيقة الهيئة تحض في هذا الاتجاه فكرة التقييد. فكرة التقييد ملغية من قاموس ومن لغة الهيئة الوطنية، وانه الحقيقه في مساحه ضخمه جدا، ولكن زي ما بقول لحضرتك ان تكون حريه منضبطه ومسؤوله لكل الاراء السياسيه، لانه في النهايه انت لديك احزاب ولديك رؤى مختلفه، لابد ان تقول كلمتها بمنهاج موضوعي بعيدا عن الاثاره والتلوين السياسي. عفوا اطلت لحضرتك، ولكن اخر سؤال، هل حضرتك في بعض من نواب البرلمان بينادوا باغلاق مواقع التواصل الاجتماعي، هل حضرتك مع القرار ده ولا ضده؟ والله فكره اغلاق مواقع التواصل الاجتماعي اتصور انه يعني تحتاج الى تنظيم ولكن ليس الى اغلاق. التنظيم
فيما يعني يتعلق بالرسائل التي تكتب في هذه المواقع، لأنه كما أشارت زميلة متحدثة في هذا الاجتماع تقول أنها أن كل من يكتب أصبح رئيس تحرير نفسه، والمسألة قد تكون منفلتة، والتواصل أكثر الحقيقة وسيلة مهمة جدا وبقت بتؤثر على الرأي العام، فأنا مع تنظيمها ولكن لست مع غلقها.